شخصية بدقيقة. بابلو رويز بيكاسو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين. أسس المدرسة التكعيبية مع الفنان الفرنسي جورج براك. ولد في مالاغا في إسبانيا عام 1881، وظهر شغفه بالرسم منذ سن مبكرة ليبدأ دراسة الفن في سن 11، متبعاً طريق والده ومعلمه الأول الفنان خوسيه رويز. في عام 1907 أنتج بيكاسو لوحة على خلاف أي شيء أو أي شخص رسمه من قبل، وهي آنسات أفينيون، والتي تعتبر اليوم البداية والملهمة للمدرسة التكعيبية. توفي بيكاسو عام 1973 بعد حياة كانت كأنها نتاج 5 أو 6 فنانين عظماء بدلاً من واحد فقط. شخصية بدقيقة.